شايفة عم يعذبني؟ عن جد؟ يعني هو فعلاً معلمك؟ لا مو معلمه أبداً، أنا بس رفيقه ونصحته من شان علاقتكم ونجحت الخطة وهذا كل شيء. شكراً إلك. ليش عم تتشكريني إلي؟ لأنه هو لحاله ما كان عرف يعمل شيء أصلاً، وما كنا أبداً نحن ثلاثتنا قاعدين مع بعض هون. مزبوط، بس هي البداية وبس، لأنه لسه في جزء مهم كتير لازم ينعمل. بعرفه. أنتوا كيف بدكم تقولوا لأمه عني؟ إيه بس ولا يهمكم، هاي في باف هو بيخبر أمي. لا أبي، هو عمل يلي عليه كرمالنا وأكتر. هالشغلة مالها كتير صعبة علي، بس أنت اللي لازم تعملها. لا 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 قولي، هيك مستحيل. بعمري ما فيني خبرها لأمي، لا تحاول. أنت امشي خطوة بخطوة، أول شي خبر أبوك. إيه أبي فيني خبره. طبعاً، لأنه كتير مهم إنه يكون هو بصفه. مزبوط، بس إذا ما خبرت أمي بكل شيء ما في شيء رح يزبط معي بالمرة. لا تخاف أنت، خبر أبوك على الأقل، وبتصور إنه هو بعدين بيتولى القصة أحسن منا بكتير. معناها يلا لازم تستعجل بخطتك، لأنه ما عاد عنا وقت كتير لحتى تقنع أمك. موفقين. ابني، امك مانا بالبيت، في عندك شي تقوله؟ ايه بابا في، انا عن جد في شغله بدي اقول لك اياها. شي كتير منيح انك على الاقل حاسس حالك حابب تحكي مع حدا غير امك. يلا على السريع احكي لي قبل ما تجي. معناتها عود بابا، اسمع لك. أنا هالمرة بدي خبرك عن شغلة كتير مهمة. اسمعني يا ابني، تعلم تحكي اللي بقلبك دغري، ولا تفكر كتير كيف الشخص الثاني بده يحس، أنت بس احكي وكل شي بيتناقش. ما بعرف كيف ممكن تكون ردة فعلك. بابا أنا إيه؟ أنا حابب بنته كتير. شو قلت ابني؟ إيه أنا بحب بنته، كمان صايرين عم نلتقى أنا وياها. ومين البنت هاي؟ وين شفتها؟ احكي لي. البنت يلي رحت شوفها بناء على الشروط اللي حطت لي اياها امي للزواج. وهي البنت حاكتك بالرغم من كل الشروط اللي حطت لك اياها امها؟ حاكتني لانه هي انسانه فهمانه. وبالحقيقه هي علمتني شغله، انه انا لازم اخذ قراري لحالي. وقالت لي انه ما في بنت رح تتزوجني بعد ما تقرا هالشروط التعجيزيه كلها. قالت لك كمان شيء ثاني؟ لا بالحقيقه بابا، انا قلت لها انه انه انا حبيتها كثير، وانه بدي اتزوجها هي وبكامل ارادتي. ابني قلي، انت عن جد عملت كل يلي قلت لي اياه هلا؟ ايه بابا. وهي شو قالت لك؟ شو بدها تقول يا بابا؟ طبعا قالت لي انه بتحبني كمان. الف الف مبروك يا ابني، هي اول مره انت بتاخد فيها القرار الصحيح تماما. شكرا بابا. بس انا كيف بدي اقول لماما؟ ليك ابني، طالما انت حاببها خلاص كمل. كيف امك رح تحس وشو بدها تقول؟ رح توافق أو لا؟ مندبرها بعدين. لا بابا، أمي ما رح تنبسط أبداً. بكفي إنه في بنت قبلت فيك وقررت تبقى معك بعد ما شافت شروط أمك الفظيعة كلها، اشكر ربك. بس قلي شو بدي أعمل هلا؟ شو بيعرفني؟ شو بيعرفني شو رح يصير بقصة حبك أنت؟ بابا أنت هيك عم تتهرب من مسؤوليتك ها؟ يا ابني، كيف أنا بدي أتهرب من مسؤوليتي؟ معقولة أنت مانك مسؤوليتي؟ ما أنت ابني الغالي، وكرمالك مو بس بخالف رأي أمك، أنا مستعد قاتل كل العالم، بس أنت بتعرفها قديش عنيدة، ومفكرة إنه ابنها أحسن وأكمل شاب وما في منه بهالدنيا، وإنه هو لازم يكون في عنده أحلى مرة بالعالم كله كمان. وهي كتير تعدت على حقك بحجة إنها خايفة عليك. إيه بعرف بابا، بس أنا مو حابب إنه يكون عندي أي مشكلة معها. بس لازم يكون فيه، لأنه هي كانت تفرض رغباتها عليك، وقد ما استنت ما رح يجي نوع البنات يلي هي حاططه ببالها بالتحديد، لأنه الشروط اللي حاططها تعجيزية. إيه بابا أنا معك، بس نحن لازم نخلي ماما من صفنا. وما عم أقول غير هيك، عم حاول قلك إنه أنت لازم تحصل على اللي بدك إياها، وحياتك أنت لازم تعيشها بالطريقة اللي بدك إياها. ليك وشك شلون ضحك؟ كأنك عبرت عن مشاعرك يلي بقلبك. ايه بابا،
بس بابا أنا ما بدي زعلها لأمي بأي شكل من الأشكال. يا ابني صحيح هي أمك ولازم تقدرها، بس هي كمان مرتي، وأنا أكيد ما رح أسمح لأي شخص بأنه يزعلها أو يزعجها. لازم تكمل الطريق اللي بديته وترك لي موضوع أمك عندي أنا. أنت مفكر القصة سهلة ما هيك؟ أنت عم تحاول تشجعني ولا تخوفني؟ أنا عن جد فخور فيك يا ابني. شكرا بابا. الله يرضى عليك. شو ليش هيك كنت عم تدق الجرس؟ على اساس معك مفتاح ما؟ وقتها ما بعود بقدر شوف وشك اول ما ينفتح الباب. هيك لكان. اللي دفعت فاتورة الكهرباء؟ دفعتها. يا سلام، عم تساوي بامية؟ فكرت انه بعمري ما عاد اكل هالاكلة بعد ما اتجوز. يا الله حظي شو حلو. انت بس مبسوط مشان البامية ولا في شي تاني مفرحك؟ اليوم لحتى صارت العجبة الثامنة بالعالم. شو؟ إنك دفعت فاتورة الكهرباء؟ هي فعلاً العجبة الثامنة. لا أكثر بكثير من هيك. شو القصة؟ رفيقي أبي جيت حابب وحدة وأخيراً. واو يا سلام، هي معناتها إنه المدام سان لقت بنت عجبتها بعد كل هالطلبات. لا ما هي هي المشكلة كلها. شو قصدك؟ المدام سان لسه ما بتعرف ولا شيء. والأهم إنه فكرة المدام سان عن الكنة المثالية مغايرة تماماً لهديك البنت. بس أبي جيت بده إياها. قولي كملت. لأنه هي ما في شي بيمرق معها ببساطة بنوب. برأيي هي نظامي حتكون صدمة كتير قوية لكل معارفنا. واضح. أمي بدي أطلب منك طلب. أنا بدي نصيحتك. شو يعني فيني أنصحك؟ إذا بعيلة سان السيد سان أبوه لأبي جيت ما له كلمة نهائية. مزبوط. ليش السيد سان دري؟ ايه اليوم لحتى دري، وكان كتير مبسوط كمان. ايه لازم ينبسط، لانه المسكين حضر عراس كل الشباب والصبايا من معارفنا. ما عاد عارس ابنه لهلا ما حضره. مزبوط. فيباف اللي ابني هالبنت من طبقتنا؟ ايه بس ما بتنجح باي امتحان من امتحانات امه. يا حبيبي شو رح يساوي أبي جيت هلا؟ قل له إنه يشتري بيت تاني مشان ينتقل عليه بعد ما يتزوجها. مانفا، لا أنا ماني معك بهذا الاقتراح أبداً. بس ما عنده حل تاني، لأنه طانت سوهاس بعمره ما رح توافق على هالشي. لا تقولي طانت، قولي لخالته. خالته. طيب أمي انسي اقتراحه وقولي لنا شي اقتراح تاني. وأنا شو بدي اقترح مشانه؟ بس قول للسيد سان إنه يكسب ثقة سوهاس ويحاول يقنعها، وإذا ما اقتنعت أنا بتدخل. وقتها يعني إذا ضلت معندي أنا بروح وبحاكيها، بلكي بتقتنع مني. عن جد فيك تحاكيها؟ لأنه أنا بعمري ما شفت أبي جيت فرحان ومبسوط كل هالقد. منشوف ابني، منجرب، وإنت خليك متفائل. ماشي. ومغسل وتعاكل، أكيد كتير جوعان. حاضر. لك خلص أمي قاعدة بس. ما أنت طلبتي من شون بيدا يجيب شوية حلويات دودهي؟ لسا ما رجع لحتى يكون جايب معه حلو دودهي. بالله؟ لكن وينه لهلا؟ الله أعلم. اتصلي ببيت كولكارني واسأليهم. حاضر. ألو؟ ألو؟ مرحبا، مين معي؟ معك المدام كولكارني. مين عم يحكي معي؟ مدام، هي أنا مانفا. ومين مانفا؟ مرته لفيباف. مين فيباف؟ ما عرفته. فيباف ليماي. يا علي، والله ما عرفت صوتك. لا تواخذيني حبيبتي، قولي لي شو أخبارك؟ أنا منيحة، أنت كيفك طانت؟ قولي خالته. أنا صحتي كتير منيحة، وكمان مبسوطة كتير. طيب قولي لي كيف أسنيهال؟ كيف أسنيهال؟ هي من الصبح بالمطبخ. ايه صدقيني هي مشتاقة لك كتير كتير. حابة تحكي معها؟ لا 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 يسلموا. بصراحة أنا اتصلت مشان أسألك إذا مرق صاحبنا لعندكن. أنت على مين قصدك؟ شو كان اسمه؟ هذا اللي بيشتغل عنا هون. هذا شومبيدا.
شومبيدا لازم يكون عنده اسم مثل العالم ما؟ ايه حبيبتي شومبيدا اسمه. شو هالاسم اللي إله؟ ما عندي علم أبداً. إذا سألتي إله كمان بيقلك إنه هيك اسمه شومبيدا. مو طالع بإيدنا شي نحنا. ما علينا، إجوا لعندكن شي؟ لا أنا كنت عم دور عليه، لأنه إذا مانو موجود هون فكل شغل البيت رح يصير علي. حتى ماسك البامية بإيدي وأنا عم حاكيكي على التليفون. والله فكرته ببيتكن، لوين راح؟ لا لا، نحنا كمان عم نستناه وناطرينه. وين بده يكون؟ طيب إذا لقيتي قولي له إنه نحن بدنا إياه على السريع كتير، ممكن؟ ولا يهمك، خلاص رح أقول له دغري. هلأ قولي لي كيف ريما؟ منيحة. ماشي لكان، باي تانت. الله معك. شومبيدا مانو هونيك كمان؟ غريبة، لوين بده يكون راحت؟ علمي بنتي على كلامي، أكيد هو عند بيت سهاس. تعرفيها؟ ما هي هي هوايتها بالدنيا، وبتنبسط أكتر كل ما بتعطل الناس عن شغلة وأعمالها. ايه طيب روحي، شو ناطرة لكان؟ يلا اتصلي فيها وبهدليها كمان. ايه لكان رايحة؟ شو فكرة يعني؟ ممكن مرق لياها مثلاً؟ المدام كولكارني روح قلبت الناس عن شغلها. الله وكيلك ما عنده ذوق بالمرة. شومبيدا عم يشرب عنده شاي، هاي بعد ما يخلص لها شغلها ويجلي الجلي وينشر الغسيل. قولي عليها شو لقيمة. عن جد؟ ليش لحتى تعمل هيك يعني؟ لا تدافع عنا ولا شوي. ها وانت شو رأيك أبيجيت؟ ماما أنا رأيي إنه معك حق، المدام كولكارني ممكن فعلا تتصرف هيك. شفت؟ ألو؟ مرحبا، كيفك سهاس؟ أهلا أهلا. لحظة لحظة بس لحظة، قال ذكر القط بنط. شو طلبك إيلي؟ والله إنه عمرك أطول من عمري مثل ما بيقولوا يا جارتنا. أنا كنت هلأ بسيرتك، بتصدقيني ولا لا؟ ليش؟ إن شاء الله ما تكون السيرة عاطلة. شو هالحكي هاتي عليكي؟ والله لساتني هلأ كنت عم بحكي، عم قلو لجوزي إنه المدام سافيتا ما في منها. والله رفيقة بتلاقيها وقت العودة وبكل المناسبات وبكل المصايب، بتلاقيها جنبك مثل ما بيقولوا بالسراء والضراء. كأنه شومبيدا تأخر كتير ببيتكم ست سهاس؟ هو ما إجا لهون بالأساس، شلون بده يتأخر عنا؟ بتصدقي أنا فكرته عندكم بالبيت. لا ما إجا على بيتي كمان ولا حتى شفته، وإجاني تليفون من عند ريما قبل شوي كمان وقالوا لي إنه مانو ببيتهم. تعرفي بجوز يكون عند جوشي، لأنه هداك عنده هي العادة العاطلة إنه بده يسمع من شومبيدا كل أحاديث أهل البناية، ولهيك بخلي عنده وقت طويل. والله إذا شفته لكسر رجلي ما بين طول النهار وجلياتي على حاله ما انجلوا. دخيلك يا ربي، وين بده يكون راح؟ عائلة لي ماي عندهم كنة جديدة، بيكون عم بيساعدها هنيك. أول ما يجي حدا جديد على البناية دغري بيركض لعنده، قال مشان يساعده. لا مو هنيك، لأنه هن حاكوني وسألوني عن شومبيدا وينه كمان. شو هالحكي؟ طيبوا عائلة سان؟ مانو مبين لا عند عائلة سان ولا لماي ولا بابات ولا حدا بيعرف وينه. تعا شوي. شومبيدا مو مبين بالبناية كلها، وين بده يكون اختفى؟ الغريب إنه كل هالسنين شومبيدا بعمره ما راح لإرني بدون ما يخبر حدا من الجيران. مزبوط، مرة كان عنده حمى كتير قوية ومع هيك عمل شغل بيوت الكل قبل ما يروح ينام ويرتاح بغرفته. وبعدين لعرفنا اللي صاير معه لما الحارس راح على غرفته تاني يوم. والله يا جماعة عندي إحساس غريب. شو في؟ لا بس عم بقول بركي في شي غرض انسرق من شي حدا. لا شومبيدا مستحيل يعمل هيك. عم بقول بركي. لك مو بس البيوت تبعنا، نحن منأمنه على مفاتيح خزايننا كمان. شو المناسبة لحتى يسرق هلا؟ لك أنا مو هيك قصدي ست ريما، قصدي بركي لأطلو شي شغلة صغيرة هيك من الأرض وهو عم يكنس ويمسح مثلا. شو هالحكي هاد مرت عمي؟ الزلمة بعمره ما أخذ غبراية واحدة وهو عم بيكنس الأرض، فما بالك شي تاني؟ أنا عندي إحساس إنه في شي غلط صاير من وقت اللي راح شومبيدا. وما عم يرد على التليفون كمان، وإلا كنا عرفنا وين كان راح على الأقل. زوجي راح يشوف رفيقه من شي ساعتين. واتصل 4 مرات ليطمن على شومبيدا، وما في غيري اللي وينه شومبيدا. تعرفوا؟ يعني الحق بينقال إنه غياب شومبيدا بيخليني إنه أعرف كيف الناس كانت عايشة بلا راديو من زمان. طيب وين ضيعته بالأصل؟ لا نحن بالزور اللي عرفنا شو اسمه، فكيف بدنا نعرف ضيعته بقى؟ معقول يكون صاير معه شي بضيعته؟ قبل يومين قال لي إنه في مشاكل كبيرة هنيك بضيعته مشان شقفة أرض، هو هيك قال لي. شو هالحكي اللي عم تحكيه أنت عمي؟ هلأ مشاكل بضيعة صغيرة مشان شقفة أرض رح تعمل هالخلافات؟ إيه لكان ما؟ أنت عم تبالغ عمي. أنا بفتح. إيه يلا.
اهلا وسهلا حضرة الضابط. انا في عندي كم سؤال لكم. ايه طبعا تفضل. هاي الشرطة. تفضل. ايه خالي ريما. شوفي اهلا وسهلا. خير في عندكم شي اخبار لحتى جايين لعنا؟ حضرة الضابط ان شاء الله مو صاير معه شي سيء. لا ابدا ما صار شي وما عنا اي اخبار عنه. طيب يعني لقيتوه بشي محل؟ قصدي جايين هيك فجأة خوفتونا شوي. ليش عم تقولي هيك يا خالي؟ ما نحن اللي قدمنا شكوى ولهيك اجوا لعنا. اه ماشي. طيب يا جماعة مين اخر شخص شافه؟ انا لا هو مو تمام التقينا، يعني حكينا مع بعض على البلكون. وعن شو حكيتوا؟ مثل العادة يعني ما في اي شيء جديد. طيب بعد ما راح هو ما اتصل باي حدا منكم على التليفون؟ لا ابدا ما اتصل بحدا منا وتليفونه مسكر كل الوقت. طيب وين ضيعته الاصليه؟ حاولنا انه نعرف كذا مره من قبل بس بصراحه ما عرفنا اسمه. هذا الشيء ما بيصير. لما بيتوظف حدا بالبنايه لازم تعرفوا اسمه واسم ضيعته للاحتياط. صح نحن غلطنا بس منترجاك انك تلاقي حضرتك فيك تشوف وتلمس بنفسك انه في واحد من عائلتنا ضايع. طيب ببقى بخبركم خلال يومين بس اي معلومات بتصلكم بتخبرونا مباشره. حضرة الضابط يعني اذا انتم لقيتوه بشي مكان او اذا حدا بيتصل فيكم بيعطيكم عنوانه بالضيعه تبعه بالنيابه عني وعن الجيران كلهم رح نعطيه مكافاه كبيره للشخص اللي بيلاقيه. عجد قديش يعني؟ يعني نحن فينا نعطيه 1000 روبيه رح نجمع المبلغ كله ونعطيه. طيب انا بستاذن. يا ربي هلا وين ممكن نلاقيه؟ تفضل تفضل. مرق حوالي 5 ايام من وقت اللي راح ماهي. مزبوط والقصة انه كلياتنا كتير متعودين عليه. ان شاء الله يكون بخير وهو مو صاير له شي. حاجتك تفاولي عليه انت كمان. طيب عم بقول لحالي معقولة يكون لاقى شي وظيفة احسن من عنا؟ بس ما بتصور انه شامبيدا بيعمل هيك شي بدون ما يخبر حدا منا بس كرمال المصاري. مو معقول يعملها. مزبوط. طيب حاج تحكو خلونا كلنا ندعي له بلا ما يصير له شي ونتمنى يكون بخير وسلامة ويكون مبسوط وين ما كان يا رب. يلا قوموا كلنا خلينا ندعي. ايه ايه ونحن رايحين كمان. يلا امشي. يلا تفضل. مين بيعرف وين راح هذا شومبيدا؟ كان ضروري هلأ يعني يختفي وما في ولا خبر عنه وهي سنيهان راحت من البيت أبصر لوين كمان. وين كنتي؟ وليش ما خبرتيني وين رايحة؟ شو هالعادة هي ما بدك تبطليها؟ لما أنا طلعت ما كنتي بالبيت مرت عمي، مدري وين رحتي بعد ما فقتي الصبح دغري. معناتها كان لازم تتصلي فيني. شو هالشغلة العظيمة يعني؟ رحت ورجعت بنص ساعة. ايه ماشي بس برأيك ما في داعي أعرف وين كنتي؟ يعني رحت مع رفيقتي لوين بدي أروح مثلاً؟ الله أعلم ما حدا بيعرف. شو تفضلتي؟ ولا شي قصدي أنتي ليش ما بدك تقليلي وين رحتي من على بكرة الصبح؟ رحت على المصبغة لأني بدي أغسل الساري الشيفون. ايه كمان كان لازم تقليلي ايه لأنه الساري تبعي وسخ وكان لازم أخذ على المصبغة. لو حكيتي كنت بعدته معي. مرت عمي أنا كان عندي نفس الساري وكنت تخليني أغسله على إيدي بالبيت. كنت تقولي إنه المصبغة ما نرخيصة يعني على غسيل الساري بدهم 60 روبية. لأنه أنا عندي وجع مفاصل يا بنتي. وكيف ممكن توجع لك مفاصلك من حطة الغسيل بالغسالة؟ نعم الساري لازم ينغسل على الإيد لأنه ألوانه بتروح بالغسالة وأنا لما بحط إيدي بمي باردة بتخشب وبتوجعني. ما كان فيك تقليلي عن الساري من قبل يعني؟ كيف بدي أعرف إذا ما قلتيلي؟ كنت سخنت لك مي مشان تقدري تغسلي ثيابك. لا شاطرة كتر خيرك. يا على هالنسوة صارت 10:15 اليوم السبت ما هيك؟ ايه؟ مرت عمي هلأ برجع. انت من شوي كنتي برا لوين رايحة هلأ؟ خير إن شاء الله. كان عندي موعد بالصالون ونسيته على الآخر. بالصالون؟ هيك فرد مرة؟ لأنه في عنا حفلة ونحن لازم نحضرها. مرت عمو وين جزدانك؟ تركته بالدرج افتحيه بتلاقيه دغري قدامك. رح أدين منك اليوم شوية مصاري برجع لك ياهم بكرة. 3000 روبية. 3000؟ ايه لازم روح أعمل سشوار ونظف بشرتي. ليش انتي مانك قابضة راتبك من جديد؟ بلا قبضت من الأسبوع الماضي كمان. بس ما عطيتيني شي منه؟ لأنه ما كفاني انقطع سنسال عرسي من كم يوم. ما بصير تقولي انه انقطع، هذا فال مو منيح. مثل بعضها ولهيك جبت واحد جديد. بدلتي طوقك؟ وما شفتي أي ضرورة لتسأليني أو تعطيني خبر؟
ليش كل هالأسئلة؟ أنا قلت لزوجي يوميتا شو بالظاهر هو ما قال لك؟ طيب انسي، إذا بضل هلأ هون عم حاكيكي بيروح علي موعد الصالون. يلا بلا ما أتأخر. لحظة بس، رح أرجع بسرعة. لحظة بس نهال، استني لقلك. ثلاثة آلاف روبية؟ عبشرة وكريمات وتنظيف؟ لا لا، شو قالت لي هي؟ شو قالت كمان؟ سيشوار. لا يا ربي، 3000 روبية؟ لك هاد كان راتب جوزي بالسنة كلها وقت تجوزنا. يا ربي دخيلك، كل شي عم يصير أصعب هالأيام.